بطبيعة الحال قد يكون النداء على الأسماء ديال السيدات والسادة النواب باش ما يكونش الاكتضاض، وباش كذلك نضمنوا المراقبة والمشاركة ديال الجميع. كما اتفقنا مع ممثلين للفرق البرلمانية نظرا لمشاكل طرحها هذه الجائحة ديال كوفيد 19، فغادي يكون التصويت بالفرق. إذا غادي نبداو بالتجمع الوطني للأحرار، غادي النداء غادي نبداو بالتجمع الوطني للأحرار، من بعد الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال إلى آخره. إذا كان الأخوات والإخوان، إذا كان كل شيء جاهز، إذن نشرع الآن في عملية التصويت، وأطلب من السيد الحسن السعدي النداء على السيدات والسادة النواب للإدلاء بأصواتهم واحدا واحدا. تفضل. شكرا السيد الرئيس. بعد افتتاح جلالة الملك لهذه الدورة، طبعا كاين بلاغ ديال الديوان الملكي وديال التشريفات اللي فيه بأن صحة البرلمانيين هي أولوية. عقدتم السيد الرئيس المؤقت السي عبد الواحد الرضي البارحة لقاء مع رؤساء الفرق والمجموعة، وكان هناك اتفاق على أن الحضور لن يتعدى 190، وهو مقسم على حسب الفرق والمجموعة. اليوم السيد الرئيس أول شيء اللي خصنا هذا الحضور، راه الحضور قلنا غادي يكون خارج القاعة، والقاعة يكون فيها 190 احتراما للتدابير. ما عرفتش يا السيد الرئيس ما بديتوا هذا الشيء دون احترام على الأقل القرار اللي كانوا حاضرين فيه الجميع وانت اللي ترأسيه، لماذا لم يحترم هذا القرار؟ شكرا. فعلا كان هذا الاتفاق، وانا قلت لكم، لكن ما عندي حتى وسيله باش نمنع النواب اللي دخلوا، راهم غير عارفينها. هذه كتبقى قضيه ديال السلوك ديال كل واحد، وما يمكنناش نفتح المناقشه في هذا الموضوع، لان طبقا للقانون لا ما كتكون حتى شي مناقشه من غير قضيه ديال انتخاب الرئيس، ولكن نحن تسامحنا ما كان مشكل. اذا النداء الاخوات والاخوان، ما عندي جزاء اللي ما احترمش، ما عندي جزاء. الجزاء هو معنوي، كتعرفوا هذا الشيء كله، ما حتى شيء نديروا نقطع الحروف، معنوي. نادى سيدي ما كاين مناقشة، ما كايناش المناقشة، بدينا التصويت، عملية التصويت بدات. عيط، بدينا عملية التصويت. اسمح لي. لا شوف، ما كاينش تباعد، احنا هذا لاحظناه، ما عندنا وسيله باش نفرضوه، ما عندنا وسيله باش نفرضوه. انا قلت لك نادي ما تخليش الوقت نادي سيدي. السيد رشيد طالبي العالمين، نبداو النداء الله يجزيكم بخير بالنسبه للتصويت. تفضل السيد رشيد طالبي العالمين.
من بعده السي عبد السلام الحسناوي. السي عبد السلام الحسناوي. السي محمد سيمو. كتحاسب الناس، كتحاسب الناس على الاتفاق الا عندك الوسيله باش تطبقو. سي محمد سيمو. سي بوطاهر البوطاهري. إيه شنو الجزاء؟ شنو يمكننا نعملو؟ ما يمكنش، رفع الجلسه واش غادي نزيدو. سي بوطاهر البوطاهري. نادي يا سيدي نادي. السي عبد الرحمن العماري. عبد الرحمن العماري. محمد حويط.